اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. وصلت امتى؟ ياه، طب انا في المكتب مستنيك. تنور تنور يا باشا. ما قلتيش يعني انك جاي. قلت اطب عليك اشوفك بتعمل ايه. انا ما بحبش الطريقه دي خالص. طريقه ايه يا عريس؟ انا جاي اطمن انك تمام ومش ناقصك حاجه. اذا كان كده يبقى اوكي، مفيش مشكله. بس يعني لما هو فرحك بكره والناس كلها تعرف، مش تقول لي يعني انزل اشتري فستان اروح الكوافير؟ هو مش واجب برضه انه حريمك يبقوا جارك في ليله زي دي؟ حريمي حلو، حريمي دي عجبتني. انزلي هاتي اللي انت عايزاه وبعتيه للفواتير. ولا اقول لك بلاش بلاش تعملي كده، سيبيني انا اقول لك تجيبي منين، لاني انا عارف ان ذوقك عره. انت بتموتني يا مهدي. هو انت عايزه تقنعيني انك بتحبيني؟ ايوه. انا مش هقول لك ما تعملش حاجه انت عاوز تعملها. انت عملت معايا خدمه كبيره قوي وانا عمري ما هنساها لك، وهفضل وراك عشان انا مش جليله الاصل. انت مفكر اني لما رحت لمحرم كنت بتفق معاها عليك؟ وده مش صح. انت غبيه مش فاهماني. انا مش فارق معايا خالص انك قابلتي محرم. انا اللي فارق معايا انك كذبتي عليا وخنتيني وضحكتي عليا وقابلتي من ورايا، وده انا هحاسبك عليه وعمري ما هسامحك عليه ابدا. منى هي اللي وجعت بيني وبينك. منى بنت هايله محترمه، عارفه كويس قوي مين ولي نعمتها. ادخل. حضرتك الموظفه الجديده استلمت الشغل، تحب تشوفها؟ خليها تدخل. تمام اتفضل. هتعمل فرح؟ طبعا الا فرح، دي بنت محرم لازم يتعمل لها فرح 7 ليالي. لبنى كتكوتة الصغيرة. صباح الخير. أهلا. نادية؟ قول لي بقى يا عم يوسف، محرم بتاعك ده آخره إيه؟ ده ملوش آخر. يعني إيه؟ لا أنا ما أحبش كده، أنا أحب كل حاجة تبقى قدامي كتاب مفتوح، ما أمشيش على عماية يعني. ماشي، وأنا؟ وأنت إيه؟ بصراحة أنا متضايق وزعلان منك. زعلان مني ليه بقى يا أخوي؟ علشان الاتفاق القديم اللي بيننا لسه ما خلصش، وفي ده لسه ما اتقطعش. بقول لك إيه؟ ما تخلي الباب موارب يا صوفة. الباب يبقى موارب لما كل واحد فينا يعمل اللي مطلوب منه، إنما الحب من طرف واحد ده ما يأكلش عيش. بين لي أمارة. ارمي انتي بياضك. بقولك ايه وايد، اوعى تكون فاكر نفسك ماسكني من ايدي اللي بتوجعني، تبقى غلطان. لا ماسكك، وانت عارفه كويس قوي ان انا ماسكك من ايدك اللي بتوجعك. وبعدين مش كل مره نتقابل نقعد نلف وندور حوالين بعض، لازم نجيب من الاخر. هتقدم لي ايه؟ هفرش لك السكه الكامله للطريق اللي احنا ماشيين فيه. ماشي، وانت ليك النص بالنص. نص بالنص ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني اللي هيخش جيبي ليك فيه النص. طب وانا ايش ضمني؟ قدام ربنا وانا كمان ايش ضمني ان انت هتغدر بيا وما تبعنيش؟ صح، طلبات. مروان كان ماسك كل حاجه، كل الشغل، ودلوقتي مفيش مروان. بس في حسن. لا، في كريمة، في أنا. أنا اللي عايزة كل حاجة تبقى في إيدي، كل الشغل يبقى معايا، وأنا أقول إيه اللي يمشي وإيه اللي ما يمشيش. ما دام الموضوع كده بقى، في واحد مهم قوي لازم تقعدي معاه. مين؟ صبحي. مين صبحي ده؟ صبحي ده الدراع اليمين بتاع مهدي اللي هو مشغل محرم. وماله؟ أقعد معاه ما أقعدش ليه؟ من اللي عندي زاد واللي عندي ميه. ما دام الموضوع كده بقى نبعت نجيبه دلوقتي. مفيش مانع. نادي انا مبسوطه قوي انك مبسوطه؟ مبسوطه انك شفتيني؟
ولا مصدومة اني لسه عايشة؟ نادية انت عارفة ان انت غالية عندي قوي، مش كده؟ اغلى من ابوي مثلا؟ ولا اغلى من المال والفدادين اللي سابهم واللي عملتي حسابك انت واخواتك وامك انكم تكوشوا عليهم؟ بلاش الكلام ده من فضلك. ليه؟ هو انا بقول حاجة غلط؟ كل كلامك غلط. قولي لي يا زينب، هي امك ليه نسيت طربوكي؟ ليه نسيت ان جبرية هي اللي قتلته؟ ليه نسيت ان عبد الحكيم هو اللي قتل اخوها قدام عينيها؟ هو انا ليه هنت عليكم؟ ليه كلكم شهدتوا ضدي في النيابه؟ احنا ما نسيناش. لا نسيتوا. اقول لك على حاجه انت ما تعرفيهاش او تعرفيها بس عامله روحك ما واخداش بالك. عمتي اللي هي امك اهم حاجه عندها الفلوس وبس. الفجر اللي شافته في اول جوازها من عمي عبد الله خلاها ممكن تعمل اي حاجه بس ما تنامش يوم واحد على البلاط. وجوزتك مروان عشان تمسك البيت الكبير بيد من حديد. صح ولا انا غلطانه؟ وبعدين قولي لي عامله ايه مع والد عبد الحكيم؟ هو ده بالظبط، هو ده بالظبط اللي انت جايه عشان تعرفيه، مش كده؟ عايزه تعرفي مروان عامل معايا ايه؟ اقول لك انا بقى السؤال ده بيتسال ازاي؟ بيتسال كده، انا عامله معاه ايه؟ انا كويسه جدا معاه ومبسوطه ومش هسيبه يا ناديه ولا هبعد عنه. اقول لك على حاجه تانيه، انا مش عايزه بقى لا فلوس ولا ورث، ولو كنت انا او اي حد من اخواتي بنكرهك كنا لما عرفنا انك عايشه بلغنا عنك، بس احنا ما نعملش كده. ما تقدروش، مفيش واحده فيكم تقدر تعمل كده، عشان اللي انا مسنوده عليه ممكن يهد الدنيا لو حد لمسني. انا معايا الجوكر زي ما بيقولوا. واقول لك على الكبيره، الشركه اللي انت شغاله فيها دي شركتي، يعني ممكن من بكره الصبح اقول لك مع السلامه. لا وليه من بكره؟ من دلوقتي احسن. انا اللي مش عايزه اقعد هنا ومش عايزه اشتغل في الشركه دي ولا يبقى ليا اي علاقه بيها. عارفه ليه يا بنت خالي؟ ليه يا بنت عمتي؟ عشان انا مش جايه هنا ادخل معاكي في اي صراعات او يبقى ما بيني وما بينك طار. انا جايه اشتغل وابدا حياه جديده بعيد عن اي صراع ايا كان ايه هو. وامك موافقه على كده؟ قولي لي صح، هي فين؟ قاعده في البيت الكبير؟ خدت كل حاجه؟ ارتاحت؟ نارها بردت؟ لا للاسف نارها ما بردتش، بس انا دلوقتي اكتشفت حاجه مهمه قوي. انتوا الاثنين زي بعض بالظبط، هي النار عماله بتاكل فيها مش عارفه توقفها، وانت النار كلت قلبك خلاص يا ناديه. انت كان عندك فرصه كبيره قوي انك تطلعي من كل اللي فات، بس انت اللي مش عايزه. انا ما هرتاحش ولا يهدى لي بال الا لما اكل كبد كل واحد ظلمني. انت بتصعبي عليا والله. أنا عارفة إن أنت ما تقدرش تخرج من تحت إيد مهدي، وعارفة كمان إنك عبد عنده. لا يا هانم، أنا مش عبد عند حد. ما يهمنيش. لو عايز تقول له إن أنت جيت وقابلتني ما عنديش أي مشكلة. أصل أنا عايزك في حاجة تانية خالص. وإيه هي بقى إن شاء الله؟ محرم يخرج من الدايرة وأنا اللي أخشها. طب ازاي؟ هقول لك ازاي. انا اللي معايا وتحت ايدي بعد ما روان ما عمل لي التوكيل كتير قوي قوي قوي، اكتر من اللي عند محرم بكتير. يعني انا اللي همشي الليله. الله، ما دام انت عارفه الليله تمشي ازاي بعتلي انا ليه بقى؟ انا عارفه الليله تمشي ازاي بس ما اعرفش السكه منين، فعايزاك توريني اللي انا ما شفتوش وتعرفني السكة اللي أنا معرفهاش. ده كلام كبير قوي يا ست كريمة. هو الكلام ده اللي هيجيب من الآخر. سيبك بقى إن أنا أقعد مع محرم وناخد وندي في الكلام، وإن هو مجرجر البيت شاهد وراه لمجرد إنه عمل لها خدمة، الكلام ده ما يمشيش معايا. أنا عايزك توطب نفسك وتجهز كل حاجة وتيجي هنا تقول لي تمام
ساعتها انا هقول لك انا تحت امرك. ماشي يا شمس، ساكته كده ليه؟ انا كنت مفكر انت هتاخديني بالحضن وارمي همومي على كتفك. علمك القساوه وانت طبعك حنين. انت مروان اخويا وعزوتي وسندي. انت مروان اللي كنت لما تغضب يتهز عن نخل الجريد. يا اخي ده الواحد لما بيتوجع بيقول اخ. كيف بكى قلبك اقسى من الحجر؟ انتي بتقولي لنا الكلام ده؟ اتكسر جوايا صوتك، اتكسر جوايا عمر. ده احنا كنا كنا قولي. والله ناسيه كيف كنا، بس كنا. فاكر لما كنا صغيرين كنا نقعد ساعة العصرية على الدكة قدام الناحية الغربية، مولع قناديل جنبك 30 قلة مية، أحباب متجمعين، واحد يحكي، واحدة تسمع، واحد يعمل الشاي، واحد يكسر الحطب ويولع. كنت تفضل معانا لحد الفجر وتصلي بينا أمام، كان الكل يبقى حواليك. فين مروان الطيب أبو قلب حنون؟ أمك هي اللي بدت من الأول ولعت النار. كنت عاوزاني أعمل إيه؟ أقف أتفرج عليها بتطلع فينا كلنا؟ تكون تطرد أمك من البيت تمشي ورا كلام كريمة وبناتها، كل ده ليه؟ عشان المال والدار والأرض؟ شمس، أنا اللي فيها مكفيني. أنت جاي تقطميني ولا جاي تساعديني أطلع من هنا؟ تقلقش، هتطلع من هنا بإذن الله، وأنا مش هسيبك يا أخوي. أنا عاوزك تعرفي إن كل البلاوي أكيد ليها سبب، واللي فتح الباب لازم أن يكفله. كفاك من المنادى، إيه ما بتشبعوش؟ دي دنيا فانية وليها في البشر علامات. حسن هو اللي جابني هنا، كان مفكرني ان انا جبته هنا، لكن اقسم بعز جلاله الله انا ما لي قد في اللي حصل له. مروان اخر الظلم عتمه والكل ظالم نهايه. بالله عليك ترجع عن اللي في دماغك قبل فوات الاوان. كريمه وبناتها ما لهمش امان، هم السبب في قتل ولدك وولدي وابوك ومرضك. مرتي وولدي أعز الحبايب راحوا، هيفضل إيه تاني؟ طلع الحقد والانتقام من قلبك يا أخوي، ده الأخ ما يتعوضش، وأنت وحسن مالكوش غير بعض. أخ، زمن الإخوات مات، ولولا شهادة الميلاد ما كناش هنبقى إخوات. اللي بيحصل بينكم ما يعملوش الحيوانات مع بعض، ده حتى بين الحيوانات تلقى أصحاب وأخوات. بالله عليك تفكر في كلامي زين وترجع عن اللي في دماغك. الحكم لله يا شمس، ورضا بالنصيب واجب. امشي انت دلوقتي وسيبيني لحالي، لما اطلع من هنا هيبقى لنا كلام تاني ويحلها الحلال. دير بالك على حالك يا اخوي. وانت كمان دير بالك على حالك. عايزاك تفكر معايا هنعمل ايه في الموضوع ده وتقولي. هتعادي حسن وعادي الدنيا كلها كمان. يا بنتي هيقولوا ان انا اللي وراكي. وماله، مش حقي وحق ولدي اللي جاي؟ يبقى لازم انا ادور عليه. حسن خلاص اتجنن، دماغه ما بقتش فيه، ممشي شويه ساعة وراه ورجاله الجبل كمان. واحنا كده، ولو وصلت النقف قصاده راجل لراجل هعمل كده. وجبرية؟ جبرية مين دي؟ أنا فوزية بنت عبد الجواد، أخت عبد الحكيم وعبد الله الله يرحمهم جميعا. البيت ده أنا ليا فيها أكتر من أي واحدة فيهم، والكلمة هنا لازم تكون كلمتي أنا وبس. حلاوتك يا فوز. المهم هترد عليا ميتة؟ ولا حاجة، هي خلصانة مش محتاجة. كيف يعني؟ مروان في إيده كل حاجة،
كتب توكيل لكريمة بس هي ما تقدرش تبيع. زيارة واحدة منك هتاخدي كل حقك وكل اللي انت عايزاه. فكرك كده؟ أمال، بس تعملي كل اللي هقولك عليه بالظبط. خير يا قلب امك، جات لوحدك ليه يا حبيبي؟ بقول لك ايه يا امه، في سؤال كده محيرني واكل دماغي مش عارف له اجابه. قول. خير؟ وانا عملت حاجه كده ولا كده مش عاجباكي؟ هتموتيني بالحق يا امه زي مروان؟ هتخليهم يقولوا في البلد المرحوم حسن عبد الحكيم تلبس عليا اسود ولا لسه حي؟ ادي على ولدي واكره اللي يقول امين. بس على فكره يا امه، انت دعيتي عليه وكريمه وبناتها جالوا امين. لا، هو بعنا الاول، هي دعت علينا وهو اللي قال امين. ما تقولش حاجه، مش ناقصه كلام. انا حزينه وقلبي مجهور، ولا انت فاكر ان هين علي اقول على ولدي البكر انه مات بعد الشر عليه؟ كتير بتوحشه واقول اروح له واخده في حضني واقول له بعد الشر عليك يا حبيبي سامحني، بس ما قدراش يا حسن، ما قدراش انسى ان قلبه قسي عليا ووقف مع كريمة قصادي. فتحي اهلا وسهلا. ازيك يا ست كريمة؟ يا ست ازيك انت يا فتحي، اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ انا كويسه. لك انت تيجي؟ مش طالعه بره. بره؟ هو مين اللي يطلع بره؟ مش لما يبقى بيتك يا حبيبتي تقولوا يطلع بره؟ خلاص. عايز ايه يا فتحي؟ حسن عايز اقعد معاك شويه. تقعدش معاه، مش طالع بره بقول لك. الله، تشرب ايه يا فتحي؟ تعال هعمل لك حاجه ساقعه، هعمل لك حاجه ساقعه. انا كلمت كل الناس اللي اعرفهم ومش هسكت غير لما تخرج من هنا. معاكي فلوس يا زينب؟ اه معايا. هديها كلها. حاضر. لو عايز فلوس تانية انا هجيب لك بكره. اخبار الشغل ايه؟ مفيش، سكته. ليه؟ هبقول لك بعدين بقى. هدي تليفونك يا زينب، عاوز تليفونك. حاضر حاضر. عندك تليفون تاني؟ اه، في تليفون قديم في البيت. لما تروحي اشتري شريحة واطلبيني منها عشان اعرف رقمك. حاضر. مروان عشان خاطري ما تعملش أي حاجة تضر بيها نفسك. ما تخافيش يا زينب، ما تخافيش. عايزة ترجع الفتحة يا شمس؟ أيوة. وأنت يا فتحة؟ يا ريت. ضحكت عليها بكلمتين مش كده؟ لا، أنا اللي كلمته، طلبت منه إن أرجع له. أيوة، عملت كده وجالك عشان توافق مش عشان تقول لا. أنا فهمت خلاص إني ماليش غير بيتي وجوزي، وفتحي طول عمره كان طيب معايا. أنا اللي خليته يعمل كده، أنا اللي كنت عفشة مش هو. أنت فاهمة أنت بتقول إيه؟ أيوة فاهمة وعارفة زين قوي. أول مرة أبقى عارفة أنا عايزة إيه. أنا
عنديش مانع. ايه؟ مستغربة ليه؟ تسلم يا اخوي. وانت مش عايز تقول حاجة؟ كل اللي اقدر اقوله لك ان شمسة هتبقى جوه عينيا. انا راجع ندمان وعايز ابدا من جديد. انت جوز اختي هتبقى واحد من العيلة. لا انا جوز اختك اه، لكن مش هرجع اضحك على نفسي تاني. انا لا كنت من العيلة دي ولا عمري هكون. كل اللي بيني وبينكو شمس وبس. يعني مش هتيجي تعيش معانا هنا؟ لا انا عايش في بيتي اللي جايبه من حر مالي. ولو يا بنت الناس مش عاجبك الكلام ده يبقى القعده دي ملهاش لازمه الصراحه. انا موافقه، كنت هطلب منك كده. فتحي هملني مع اخويا شويه. ماشي. قبل ما اجي كنت عمال افكر وافتكر، وعقلي عمال يودي ويجيب. افتكرتك وانت بتجيب الالوان، وعمال ترسم بحر وسما وشمس. سالتك بتعمل ايه يا حسن، قلت لي برسم بكره يا شمس، بكره اللي بحلم بيه. كنت بتسمع حاجات ما بفهمهاش، وكنت بتقرا كتب وعره قوي عليا، بتقول لي يا شمس لازم تجري وتسمع الحلو، النغمه الحلوه اللي تدخل قلبك، عشان الحاجات النظيفه اللي تدخل الودن تخلي الودن نظيفه، واللي يشوف الجمال يكره العفش. انت رحت فين يا حسن؟ انا ما عدتش شايفاك ولا عارفاك. فين حسن اخويا بتاع زمان؟ موجود يا شمس، موجود يا اختي. لو احتجت اي حاجه كلميني، مش هتاخر عنك. قولي. خبر ايه يا حسن؟ انت موافق انها ترجع له؟ الله، وما يوافقش ليه؟ انت عايزه البنت تقعد جنب منك زي البنت الواقفه كده؟ حرام عليكي بقى. ده جارين الاصل. انت عارفه وقال عليا ايه؟ يا اختي هيقول عليكي ايه؟ الراجل قال اللي شافه، ولا عايزاه يعني يكذب؟ حسن ايه؟ لو قال هتطرديه بره البيت ولا هتاخدي فيه العزا هو كمان؟ يلا يا شمس. يلا فتحي. حسن لو رجعتها له راح اولق في البيت كله. تك ايه يا جبريه؟ هو انت ما بتشبعش حرايق يا وليه؟ هو انت عامله معاهده مع بتوع الجاز والبنزين؟ اتق الله اتق الله، ده انت سوابق. ايوه يا باشا، دي عند مروان بتزور حبيب القلب. ازيك يا والد عبد الحكيم؟ يدك لا
جبرية اللي كنت بتعاديني عشانها هي اللي جابتك هنا مش كده؟ أنا النهاردة أسعد واحدة في الدنيا، الدنيا كلها ما سايعانيش، وأنا شايفاك مرمي هنا بين أربع حيطان، والناس بتقول عليك المجنونة. أهو أهو المجنونة. أنا هاخد روحك. اقتلك اقتلك زي ما كنتوا بتقولوا. بعدوا عني. اقتلك يا نانية اقتلك، قسما بعز الجلال كده اقتلك، سيبوني بعدوا عني بعدوا. هيا صبحي انت فين؟ انا موجوده اهو. ايه؟ طب يلا ما تتاخرش، انا مستنياك. مع ايوه ايوه انا يا كريمه يا بنتي. بقول لك مش انا السبب. هقتلك. مش انا السبب. سوف هو السبب، فهمي، سوف هو السبب. بس انت راسه تعبان، وانا لازم اقطعها عشان اخليكي ابره الناس كلها. ايه كنت فاكراني مت؟ لا، ربنا كبير، كتب لي عمر جديد عشان اخليكي عبره للناس كلها. انت تخليني عبره؟ محدش هيصدقك. عارفه ليه؟ لان هنا وفي اي حته ما بيصدقوش الخجر، عشان الخجر ملهمش كلمه، بيبيعوا وما يشتروش. كل اللي هيحصل انك هتترمي في السجن، ورقبتك الحلوه دي حلوه هيتلف حواليها حبل المشنقة، وكل ده هيبقى على مزاج صوفة. فهمتي؟ مش مشكلة، المهم هنخلص من المشكلة. اوعي نسالي ايزك انا هتبقى ببطني. اسمعي كلامي كويس قوي، انا لو عايزة اقتلك هقتلك دلوقتي وانت قدامي. اسمعي كلامي تكسبي، انا هنخنخك، هعيشك في عز، فلوس وجاه ومال، واللي ملهوش اهل القرش بيعمل له أهل. كا كيا. فهمتي؟ ما تخافيش ما تخافيش، تعالي ما تخافيش. ده أنا عايزاكي معايا يا عبيطة، عايزاكي معايا، ومش عايزة مخلوق يعرف إن أنت عايشة. هقعدك في بيت أبويا في آخر البلد، مهجور ومحدش بيروح له هناك. ما تخافيش وهتبقي في امان، هديكي كل اللي انت عايزاه، ولو مشي زي ما انا عايزه هنغنغك. مش كده وبس، ده انا هركبك على رقبات الناس كلها بما فيهم صوفه، وانا هصدقك كيف؟ انت كنت عايزه تموتيني. طب ما انا ممكن اموتك دلوقتي وادفنك هنا، لا من شاف ولا من ديري، وانت كده كده ميته. اسمعي، انت ليكي حق ما تصدقينيش ولا تثقي فيا بعد اللي حصل، بس جربيني المره دي. هتخسري ايه؟ بالعكس، ده انت هتكسبي كتير قوي. خدي خدي السكينه دي وامشي من هنا دلوقتي قبل ما يجي صوفة. ايوه اسمعي الكلام، استنيني في اخر البلد، وانا في خلال ساعة واحدة هكون عندك. يلا
يلا مستنية ايه؟ دريها بس يلا. اتفضل يا صبح باشا. معلش المكان مش قد المقام. لما وزع ست اتأخرت عليكي. معلش ولا يهمك. كلمنا مهدي باشا. ايه الأخبار؟ فرحه بكرة على بنت محرم. على فكرة أنت معزومة أنت وبناتك، يا ريت تيجي. والمخفية اللي اسمها جبرية هتروح؟ أوه أنت مالك أنت؟ خليكي في مصلحتك، اسمعي كلامي. ماشي الكلام.